تحياتي لكم، مساء الخير أعزائي وعزيزاتي المتابعين والمتابعات، أهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير. آسف تأخرت عليكم بالفيديوهات الفترة الماضية بسبب انشغالنا بالعيد ومراسم العيد. الله يعيدنا علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله، وإن شاء الله العيد الجاي نكون راجعين لبلادنا سالمين آمنين متخلصين من كل الظلام والسفاحين اللي شاركوا بدمنا، وإن شاء الله نكون أخذنا حق شهدائنا حصلنا حقوق أيتامنا من المجرم اللي قتلنا وشردنا. وكل عام بخير، وبعد الانترو راجعين. رجعنا لكم عن جديد، ورح نحكي اليوم عن شخصية كتير مهمة تم تغييبها بشكل مقصود من قبل الإعلام السوري، شخصية صانعة للنجوم، صانعة للكوميديا السورية، مؤسسة للمسرح القومي، شاركت في تأسيس التلفزيون السوري من بداياته وكانت إحدى أهم أركانه، وقدمت عدة برامج مهمة في هذا التلفزيون. اليوم رح نحكي عن الفنان المقتول نهاد قلعي. نهاد قلعي كاتب ومخرج مسرحي وفنان كوميدي، وهو صانع نجوم من الطراز الأول. له تقريبا حوالي 25 فيلم. كان كتير طيب، كتير كريم، كتير حباب، ما قدر يكون تابع، ما قدر يكون تحت ظل أي حدا، حب يكون حر مستقل، فكان يطرح أفكاره النقدية بجرأة بدون خوف. ولهيك دفع الثمن غالي، دفع الثمن هو عمر كامل أضاء وهو على الكرسي، وتم تغييبه من الإعلام، وتم تغييب كل أعماله، وتم تغييب كل إنجازاته في الدراما السورية حتى والعربية. نهاد قلعي يا سادة هو المؤسس الفعلي للمسرح القومي السوري. ولد نهاد قلعي عام 1928 من أسرة دمشقية عريقة ومعروفة في الفن والأدب. عمه هو الأديب بديع حقي، وأمه بدرية العطري هي ابنة عم أديب عميد الصحفيين وكبير الصحفيين السوريين الصحفي والإعلامي الكبير عبد الغني العطري، وخاله هو توفيق العطري أحد آباء المسرح السوري. اسمه الأصلي نهاد قلعي خربطلي، عرف بلقبه طبعا الفنان حسني البرزان، كلتنا بنعرفه بهذا الاسم. عرفت يعني عرف او اكتشف مواهبه هو في 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 عمر الطفوله تقريبا، كان عمره حوالي 10 سنوات، فاسند له الفنان وصفي الملاح دور صغير في مسرحيه مجنون ليلى، ولما صار عمره 18 سنه بدا مشوار مختلف تماما عن ما كان يعني رسموه له اهله. أكمل دراسته الثانوية، وبعدها اضطر أنه يترك المدرسة ليقوم بالعمل لأنه والده طلع تقاعد، واضطر أنه يترك المدرسة ويأمن فرصة عمل ليساعد والده في مصروفه للبيت. ولكنه كان بيعشق المسرح وبيحبه، فدخل المعهد المسرحي بهذيك الفترة ليتعلم أو يتخرج منه كممثل. طبعا أنا بقصد بهذيك الفترة المعهد المسرحي اللي موجود في القاهرة. وفعلا أسرة نهاد قلعي باعت كل ما تملك إرضاء لموهبة نهاد وتأمين مصاريف دراسته في القاهرة، وأنه يدرس المسرح ويدرس التمثيل في القاهرة، فباعت كل ما تملك لتأمين مصروف الدراسة لابنه نهاد. أول إسهام له كان في مسرحية قيس وليلى، وكان عمره 16 سنة، وكان بجانبه الفنان تيسير السعدي ووصفي المالح، وهذا كان أول، كان له دور صغير لكن قدر يعمل بصمة في هذا الدور ويلفت النظر المخرجين والفنانين البقية لموهبته وللإبداع اللي عنده. بعام 57 قدم مسرحية ثمن الحرية للكاتب لعم مانويل رويز إلى جانب الفنانة أمينة رزق في بداية الوحدة المصرية السورية. من خلال هاي المسرحية اضطرت اقتنعت وزارة الثقافة والإرشاد بهذيك الفترة في سوريا بعام 1959 بتكليفه بإنشاء المسرح القومي وإدارته كليا. أنتج للمسرح القومي في سوريا
خمس مسرحيات، وكان يعرضن على مسرح أبو خليل القباني بدمشق، حتى عام 1962. عام 1952 لعام 1962 أغلب المسرحيات كانت من بطولته وإخراجه، مثل الزيزفون لمحمود تيمور وزمان الحرية والبرجوازي النبيل لمولير وعقد اللولو والمفتش لجوجول. بعدين أسس مع دوريد لحام بأوائل السبعينات فرقة تشرين المسرحية، وكلنا بنعرفها وبنعرف شو قدمت، وقدموا من خلالها عروض كثيرة جماهيرية مثل ضيعة تشرين، مثل غربة، مثل يعني لمحمد المغوط طبعا كانت غربة بعام 1973. طبعا قدم مثلا مسرحية غربة في شيء اسمه كان مسرح الشوك، هو أسسه وقدم فيه مسرحية غربة لمحمد المغوط، وقدم كمان ثلاث مسرحيات تانية بطبيعة اجتماعية ساخرة. تعرض لحادث رح نحكي فيه وهو في مطعم، وجعله تقريبا مشلول شلل نصفي، ولكن مع ذلك شارك في مسرحية غربة وفي دوره المعروف واللي أبدع فيه كمان، وكان فيه عمل فيه بصمة وأثبت حاله كفنان وككوميديان وكصانع كوميديا سورية وكصانع نجوم. بالثمانينات وبالتسعينات من القرن الماضي اعتكف نهاد لكتابة القصص مصورة للأطفال، وكانت إقامته في بيروت بغرفة متواضعة إلى أن يعني توفاه الله. واستخدم بشخصيته القصص اللي عم يكتبها الأطفال شخصية حسني البرزان اللي انشهر فيها وأبدع فيها. التقى بدريد لحام في مقر التلفزيون السوري، وكان وقتها دريد لحام شاب من الشباب، الجيل الشباب اللي طالعين، وفورا أطلق عليه اسم غوار مشعل الطوشي. فإذا اللي صنع غوار الطوشي هو حسني البرزان أو نهاد قلعي. وللأسف هذا الكلام ما عم ينذكر، وحاليا بس عم يحكوا عن دريد لحام، عن غوار، عن هذا الأسطورة، لكن هاي الأسطورة اللي صنعها ما حدا عم يتذكره أبدا. ويبدو أنه دريد لحام كان شريك في هاي المؤامرة وهي اللعبة على الفنان الكبير نهاد قلعي الله يرحمه. تعرض لحادث، هذا الحادث كتير ناس بيقولوا أنه مدبر من أحد شبيحة سرايا الدفاع في أحد المطاعم. نتيجة هذا الحادث اضطر للجلوس في المنزل وبعدت عنه الأضواء وكل من حوله انفض عنه. هاي الحادثة هلأ رح نحكي بتفاصيلها طبعا ما ورد، لكن كلها تجمع على أنه شخص أو ضابط من سرايا الدفاع صار في حوار بينه وبين نهاد قلعي في أحد المطاعم، ويبدو أنه كان اللقاء أو الحادثة مدبرة لأنه كان دريد لحام غوار موجود في بعض الشخصيات الموجودة، وغوار دريد لحام غادر واعتذر قبل بشوي أو قبل فترة من ما يصير الحوار أو الصراع أو الخلاف بين نهاد الله يرحمه وشبيح سرايا الدفاع. هلأ نشوف الحادثة بالكامل ونروي لكم إياها. أحد الإعلاميين عم يروي الحادثة بالتفصيل، رح أذكر لكم إياها حرفيا مثل ما هي مكتوبة. في أحد الأمسيات بداية الثمانينات ذهب نهاد قلعي إلى مطعم في دمشق القديمة برفقة دريد لحام وشاكر بريخان ومعهم الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري. وخلال الجلسة رفض قلعي إهانة وجهها له أحد رواد المطعم فانتقده، وكان انتقاده هذا مدمرا ليس للجلسة فقط بل لحياة قلعي كلها، إذ ضربه الرجل بكرسي على رأسه أدت إلى إصابته بشلل نصفي وقضى بقية عمره شبه مشلول يعاني من مضاعفات سيئة. وقال العديد من أصدقاء قلعي أن من ضربه هو شبيح من عناصر سرايا الدفاع التي أسسها وقادها رفعت الأسد شقيق الرئيس السابق حافظ الأسد، والتي عاصت في سوريا فسادا وترويعا طوال سنوات الثمانينات، ولهذا السبب لم يلقى القبض عليه. وكان اسم هذا الشخص اسمه ويليام، هو أحد ضباط سرايا الدفاع. المشكلة والعبرة والفكرة مو هون، خيانة الصديق هي الألم الأكبر لنهاد قلعي، لأنه اعتبر الكثيرين من اللي عاصروا نهاد قلعي ودريد لحام أنه نهاد دريد لحام تخلى عنه، في حين تكرم دريد لحام بجائزة قدموا إياها أو كرموا إياها حافظ أسد، في حين اللي صنع دريد لحام نفسه اللي صنع غوار
قاعد مشلول في بيته، ما حدا قدر يكرمه. بعد ما توفى كان له تكريم، اعطوه وسام الاميه يمكن، او هذا احد الاوسمه بعد ما توفى الله يرحمه، لحتى تذكروه في وسام كرموه فيه. للاسف تم تغييبه بشكل مقصود. توفي رحمه الله وهو بعيد عن الاضواء، رغم انه هو من صنع الاضواء ومن صنع النجوم. كان نهاد قلعي الله يرحمه كان فنان شامل، كان مخرجا، كان ممثلا، كان كوميديان رائع، وكان مدير لكثير من المؤسسات الفنية ونجح فيها وجعل يعني خلاها توصل للقمة. كان كاتب رائع، كاتب محترف. للأسف كل المواهب والمبدعين يتم تغييبهم في وطن يحكمه طغاة. يعني هون ننتهي من الفيديو تبعنا، والرحمة لكل شهداء سوريا من يوم ما استلم حافظ الأسد المقبور إلى يومنا هذا. انتهى الفيديو هون، تحياتي لكم والسلام. طبعا نسيت أقولكم أنه الله يرحمه توفى ب 19 أكتوبر عام 1993، كانت وفاة الفنان الكبير نهاد قلعي رحمة الله عليه. تحياتي.